اهلا بحضراتكم من جديد. البحث عن المعلومات بقى سهل وسريع، والموضوع دلوقتي مش محتاج منك غير انك تستخدم اي جهاز في المتناول وتسال المساعد الصوتي سيري. لو انت مثلا بتستخدم نوع من انواع التليفونات هيكتب لك كده شويه كلمات، او تستخدم حتى الالقاء الصوتي. السؤال الاهم بقى، فعلا دقه المعلومات زادت ولا اي معلومات كده بتتقال وخلاص؟ صحيح، انتشار المعلومات حاجه والتدقيق في المعلومه حاجه تانية، ودي حاجه مهمه جدا. ورقه بحثيه نشرت في مجله نيتشر قالت انه الحال دلوقتي اصبح انه في انخداع كبير جدا بالفيك نيوز او بالاخبار المغلوطه بشكل كبير، وتم التطبيق على عدد كبير جدا من المبحوثين، يعني بيدوروا على معلومات معينه على الانترنت وبينخدعوا ويضللوا بشكل كبير من وراء هذه المعلومات. نعرف أكثر تفاصيل مع دكتور سهير عثمان، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، معانا على الهواء. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير يا منى. أهلا بيك. ازيك دكتورة سهير؟ أهلا بيك. أبتدي مع حضرتك دكتورة سهير، نتكلم على فكرة الانخداع والانسياق وراء الأخبار المغلوطة والشائعات اللي بتنتشر بشكل كبير عبر فضاء الإنترنت. بداية، الظاهرة دي شايفاها إزاي؟ وليه دايما إحنا بننساق سريعا وراء الأخبار المغلوطة غير المدققة؟ والله يا دكتور محمد، هو في يعني نقطة بالغة الأهمية في الشأن ده، متعلقة بتعدد مصادر المعلومات. كل ما زاد مصادر المعلومات وكل ما كان عندنا مصادر معلومات متعددة، كل ما ادانا مساحة أكبر لأن يكون في أخبار مغلوطة. يعني يمكن بعض الناس يعني تختلف معايا في الشأن ده، لأن تعدد مصادر المعلومات ده بيؤكد على فكرة الديمقراطية والحريات، وإن احنا عندنا مصادر كتير نقدر نحصل بها على المعلومة. لكن في النهاية تعدد هذه المصادر بيدي مساحة كبيرة جدا للمغالطات. وبالمناسبة المغالطات دي مش لازم تكون الخبر كله. يعني أنا لو أنا اتعاملت في الخبر على مثلا رقم كتبته غلط، أو مثلا جزء من الرقم كتبته غلط، أو حتى معلومة واحدة ضمن الخبر كله غلط، الخبر كله أصبح غلط. فبالتالي أول سبب من أسباب انتشار هذه النوعية من الأخبار المغلوطة على شبكات الإنترنت هو تعدد مصادر المعلومات. طبعا بالإضافة لحاجات تانية كتير، يعني أهمها طبعا أن بيبقى فيه مصادر مجهلة، فأنت بيكون عندك معلومات كتيرة جدا موجودة على الإنترنت ومصدرها مش واضح. المصادر المبهمة دي برضو دي يعني أبرز المداخل لوجود معلومات مغلوطة على شبكة الإنترنت بشكل كبير. فكرة سيولة المعلومات دكتورة وتوافرها بشدة زي ما حضرتك بتقولي، ده ممكن يكون واحد من الأبواب اللي فتحت باب الأخبار المغلوطة أو الفيك نيوز. الهوس بفكرة النقل من مصدر لآخر، ده من الحاجات اللي ممكن نلاقيها برضو ساعدت أن يبقى الأخبار مفبركة وغير صحيحة. هو طبعا الفكرة الخاصة بان انا بلاقي الخبر جاهز واخده زي ما هو من غير ما ابذل فيه مجهود ان انا اتحقق من صحته، دي من للاسف الشديد بقت من العادات اللي موجودة سواء عند مستخدمي شبكة الانترنت او القائمين على العمل الاعلامي نفسه. يعني لو احنا بنتكلم في فكرة ان في بعض الناس ما بتحبش ان هي تبحث عن المعلومة باكتر من مصدر، وشايفة ان خلاص المعلومة نازلة على شبكة الانترنت، يبقى دي حاجة يعني مسلم بيها. للاسف الشديد ده فخ كبير جدا بيقع فيه يعني كثير من القائمين على العمل الاعلامي، بالمناسبه سواء في مصر او في العالم العربي. الموضوع ملوش علاقه اصلا بفكره دوله بعينها او اعلام بعينه، ولكن ليه علاقه بفكره يعني الحصول على المعلومه نفسه، سهولتها وانها موجوده على الانترنت، فبيدي احساس لدى الكثيرين ان المعلومه بدل موجوده على الانترنت تبقى حقيقيه. ما بيبصوش ابدا لبعض المفاتيح اللي ممكن تكون سبب رئيسي في فبركة المعلومات. طب أنا دكتور سهير كمتلقي وكمستخدم للإنترنت إزاي أدقق في المعلومة؟ يعني إزاي أمتلك بعض الأدوات كمواطن عادي جدا عشان أعرف أتيقن من مصدر هذا الخبر؟ إزاي أقارن بين أكثر من مصدر؟ إيه اللي مفروض أعمله عشان أتأكد أن هذه المعلومة معلومة صحيحة؟ هو طبعا احنا يعني المواطن العادي مش هنتعامل معاه طبعا ابدا كخبير، ولكن هنتعامل معاه على انه شخص قادر على التمييز ولو بنسبه يعني مقبوله. فبالتالي اول حاجه لازم يدور عليها وهو بيقرا الخبر نفسه، وليس الخبر جاي من اي موقع ما، جوه الخبر نفسه يدور على المصادر اللي اتكلمت جوه الخبر. اول حاجه لو ما لقاش مصدر واضح معرف بشكل صحيح،
يعني ايه بشكل صحيح، يعني اسمه والتايتل بتاعه بشكل واضح موجودين، او حتى اي اشاره لهويه هذا الشخص يبدا يعني يحصل عنده كده جرس انذار ان الخبر ده فيه حاجه مش تمام، بمعنى ان انا لازم الاقي ما يدل على هويه صاحب الخبر. صحيح. ما ينفعش ابدا اقول اكدت مصادر مسؤوله، مين بقى المصادر، فين، في اي حته، لازم على الاقل ابين هويه المصدر اللي طالع منه الخبر، خصوصا لو كان الخبر في اطار الاخبار اليوميه المتعارف عليها مش اخبار حساسه، فبالتالي ممكن اسم المصدر ما يتقالش. لا طبعا، لو انا بتكلم في الاخبار المتعارف عليها المتعلقه بالحياه اليوميه ومتعلقه بالمشاكل اليوميه، لازم الاقي مصدر ولازم الاقي تعريف للمصدر. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان اي خبر بيتكلم في العموم بشكل عام، بيتكلم بشكل عام دون الدخول في تفاصيل ليها علاقه بالفكره الاساسيه للخبر، تعرف دايما ان هو خبر فيه مشاكل. فانا عندي مفتاحين اساسيين، متعلق بالتفاصيل ومتعلق بهويه المصدر اللي بيتكلم داخل الخبر، وليس المصدر نفسه اللي ناقل الخبر، مش الموقع نفسه ولكن من تحدث داخل الخبر نفسه. دول اكتر مفتاحين لاي مواطن عادي مش خبير ابدا ولا اي حاجه يقدر ان هو يتاكد ان الخبر ده ماشي في اتجاه صح، او ان هو بيشده لمعلومه مغلوطه او لشائعه. طيب ليه بنلاقي ناس كتير بتميل لتصديق الخبر المغلوط او الشائعه اكتر من الخبر الحقيقي او الخبر الموثق او الخبر اللي بيكون خارج من المصدر نفسه؟ ليه بنلاقي ده موجود في يعني مختلف ارجاء وطننا العربي، ان الشائعه بتبقى الاكثر انتشارا، وحتى لو، وده ما بيحصلش كتير، بعض المواقع اتصلحت الخبر اللي قالته او الخبر المغلوط او ايا كان، درجه الشير ودرجه الاطلاع على الخبر المصحح بتكون اقل بكتير من الشائعه اللي انطلقت في الاول. هو طبعا احنا لازم نتاكد، واحنا اتعلمنا ده كلنا منا في كليه الاعلام، فكره ان هذه النوعيه من الشائعات يعني بتنتشر بشكل كبير في اوقات الازمات. عمرك ابدا ما هتلاقي ان في شائعه منتشره في اوقات استقرار، لازم الشائعه تكون منتشره في اوقات الازمات. دايما الناس بتجري وراء هذه النوعيه من الاخبار في محاوله لارضاء يعني نفسيتها، مش اكتر من كده، يعني الشعور بالاطمئنان. بالظبط كده. في بعض الناس بتجد في هذه الاخبار لو لقت كلمه او كلمتين او حتى رقم معين حاسه ان الرقم ده بيرضيها نفسيا، فهي بتصدق الخبر. فللاسف الشديد المساله دي، عشان كده انت قلتي من شويه ان هو لا مش بيطلع على الخبر الصحيح بعد تصحيحه، لا يعني بيكون بالنسبه له النهايه ان هو شاف الخبر المغلوط وصدقه. هي دي المشكله، ان الافراد في اوقات الازمات بيزداد اعتمادهم على وسائل الاعلام بمختلف اشكالها، سواء السائده او على الانترنت، وبرضه بيزداد تصديقهم لهذه النوعيه من الاخبار. الناس بتصدق الاخبار اللي هي عايزه تصدقها اكتر من الاخبار اللي هي يعني حقيقيه. بالظبط، لان هي دي اللي بترضي بعض جوانب في شخصيتهم الخاصه بالاطمئنان، ان انا عايز احس بالاطمئنان، وان هو عنده قلق وخوف مستمر من المستقبل، فهو شاف بعض. بصرف النظر دكتور سهير، كانت الاخبار دي صحيحه ام لا؟ عايز اسال حضرتك. هو مش هيقول انها مش صحيحه. صحيح. يا دكتور محمد، هو مش هيقول كده. نفسيا هو مش هيتعامل مع الخبر بتتسق مع نفسيته. طب عايز اسالك سريعا، يعني اخر سؤال، وحضرتك استاذه متخصصه في الاعلام، كان حديث دايما حول ماده التربيه الاعلاميه، ازاي نعود في مناهج التعليم للاطفال حتى مبادئ وادوات التمييز ما بين الخبر والراي وقراءه الصوره بشكل مختلف؟ ايه اهميه ان يبقى عندنا تضمين لمناهجنا لمقرر خاص بالتربيه الاعلاميه؟ ازاي كيف اتعامل مع وسائل الاعلام؟ والله هو اساسا دكتور محمد، المقرر ده موجود بالفعل، مقرر اجباري دلوقتي في كل كليات الاعلام الحكوميه والخاصه. هذا المقرر من اهم المقررات الاعلاميه اللي موجوده فيه، وفي عديد من الدورات التدريبيه اللي بتتعمل للقائمين على تدريس المقرر ده، لان هو بالفعل المقرر ده هو اللي بيقول لي مفاتيح التعامل مع كل وسائل الاعلام، ومفاتيح التعامل مع كل المعلومات المنشوره او المذاعه في هذه الوسائل. عشان كده الدراسه اللي حضراتكم بتناقشوها النهارده كانت اشارت لشيء مهم جدا، هو محو الاميه الاخباريه. محو الاميه الاخباريه ده جزء لا يتجزا من فكره التربيه الاعلاميه، لان هو احد المصطلحات المتعلقه بفكره ان الاميه ليست لها علاقه فقط بعدم القراءه والكتابه، ولكن لديها علاقه بفكره التمييز بين المعلومه الصحيحه والمعلومه الخاطئه. وده طبعا من اهم العناصر اللي بيقوم عليها منهج التربيه الاعلاميه في كل الجامعات المصريه.
أكيد. كل الشكر ليكي دكتورة سهير عثمان، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا ليكي.